السلام عليكم، إن شاء الله راح نشرح هاي الفكرة من الأسئلة. هاي الفكرة من الأسئلة ما كانت مشروحة سابقا، والفكرة جدا جدا مهمة يعني. طيب هسا بنشوف أول شيء الفكرة من السؤال، بنطلع رسمة البكرات. هسا إحنا بنشوف الأجسام بتتحرك، هذا الجسم بتحرك وهذا الجسم بتحرك وهذا الجسم بتحرك. هسا هاي البكرة بتتحرك أوكي، ولكن أنا هاي البكرة فعليا جاي واصلة بين الجسم A و B، واصلة يعني طالع منها حبل زيادة لسي، فبالتالي هاي لا تعامل كمعامل الجسم بتحرك، هاي تعامل كمعادلة أو ك يعني الإكس تبعته راح تكون فقط إنها تربط بين الجسم A و B و C، هيك فكرتها. وما في على هاي الفكرة غير يمكن سؤالين بالمادة كاملة، يعني سؤال من هذا الكتاب وسؤال من كتاب هبلر، بس أنا هذا اللي لحد هسه لاحظته يعني. طيب نيجي نحكي طريقة الحل. في عندنا إحنا تو كيبل، هذا الكيبل الأول كيبل 1 والثاني هذا كيبل 2، لازم تلقمهم بالامتحان. طيب نيجي نحكي كيبل 1 شو طوله؟ الطول هون الاوريجين افرضه هون هذا اكس اي، ومن هون لهون اكس بي، وهاي البكرة المجهولة بدي اسميها دي زي الكتاب يعني، وهاي من هون لهون سي. فبالتالي الحبل الأول بده يكون طوله الطول هذا اللي هو اكس اي، والطول هذا طبعا نعجقت الرسمة خلاص ما بدي الألوان، والطول هذا اللي هو اكس بي، والطول هذا الصغير بده يكون بي ناقص الدي هاي اللي أنا عملتها، فزائد اكس بي ناقص الدي شو بتساوي؟ ال. هسه الحبل الثاني راح يكون طوله من هون لهون هو دي، والثاني هذا برضه دي يعني 2 دي، وهذا سي وهذا سي يعني زائد 2 سي شو بيساوي؟ ال. الفكرة انه انا بدي اتخلص من الدي هاي، كيف؟ هسه كون انا معي هون دي وهون معي 2 دي، فانا ممكن اني انه اضرب المعادله اللي فوق باثنين، او اعتبر انه انا بدي سرعات، شو بتكون المعادله؟ 2 دي زائد 2 في سي يساوي صفر، فبالتالي 2 مع 2 بتروح، دي بتساوي سالب في سي، وهاي دي بعوضها فوق، فشو بصير معي الحبل؟ اكس اي بتنزل زي ما هي، اكس بي واكس بي بتكون 2 اكس بي، ودي هاي بحط مكانها سالب في سي، وفي سالب بتصير موجب زائد في سي يساوي ال، طبعا اكس سي قصدي يعني، خلص هيك كانها اكسات يعني. الكتاب حال انه جمع الطولين مع بعض، جمع طول الحبل الاول والثاني، ولكن المعادله الاولى ضربها باثنين، بالنهايه الجواب بيطلع نفسه. فايش طلعت معادله الحبل؟ اكس اي زائد 2 اكس بي زائد اكس سي تساوي ال. هيك انا عرفت اطلع معادله الحبل. بس بضل علي فكره السؤال، طبعا هاي السؤال طلع لي الكيبل الاول والكيبل الثاني، وجمع L1 زائد L2 L2 عشان يتخلص من الواي دي، بس نفس السرعة فطلعت معي واي سي واي اي واثنين واي بي، وهاي الاثنين مع الجمع مع الاشتقاق طارت. طبعا هاي اللي في الفري ديجرام. بس بنيجي نقرا المسألة، قال لي بلوك وين راحت؟ بلوك اي، بلوك اي ستارت فروم ريست ات تي تساوي زيرو، معناته في اي انيشال تساوي زيرو، موف داون وورد with a constant acceleration، معناته الحركة عندي لتحت فبدي اعتبرها موجب، قال لي constant acceleration ف A ل A يساوي 6، knowing that the block B move up with constant 3، معناته VB initial أو final نفس الإشي ما هي constant بتساوي 3، ولكن وين لفوق، فبالتالي AB بتساوي 0 لأنه constant velocity. كل اوجد الفيلوسيتي لما الاكسلريشن زيرو، ما بدي لما الاكسلريشن زيرو، بدي لما يكون الاكسلريشن يساوي 2 مثلا، وبده البوزيشن مش مشكله البوزيشن. فكره المساله هسه انا بطبق معادله الحبل عشان اوجد اي سي، معادله الحبل قلنا اي لسي زائد 2 اي بي زائد اي اي تساوي صفر، هيك قلنا، فبالتالي اي بي اصلا صفر، فطلعت معي اي سي بتساوي اي اي واللي هو 6، ولكن مع تغيير الاشاره بتصير سالب 6، فهيك طلعت اي سي. هسه بنفس الطريقة بطلع ال VB initial، قصدي ال VA
انيش ايه الفي اي فاينل قصدي، الفي اي فاينل كيف؟ اقول في فاينل لا اي، لا اسف إيه، بقدر احلها اني انا اشتغل لسي، فطلعت اي سي صح؟ بيطلع علي اطلع، والفي ساين الفي فاينل لسي، في فاينل لسي يعطيني اياها اثنين، بيطلع عندي الفي فاين الفي فاينل الفي سي انيشال. فشو بعمل؟ بطبق معادله الحبه، ولكن بعوض في اي انيشال وفي بي اللي هي ثلاث. فبقول في اي صفر، في بي سالب ثلاث لاني انا اعتبرت الموجب هو اللي تحت، وفي بي هي اصلا فوق، زائد طبعا ثلاث في اثنين لانه انا اثنين في بي عندي، زائد في سي تساوي صفر. بتطلع معي في سي تساوي ستة، طلعت موجبة معناها هي لتحت، معناها الاثنين هاي اللي اعطاني اياها اجباري بدها تكون لتحت، اجباري بدها تكون لتحت، لازم تكون الاشارات السرعة نفس الاشي، فبالتالي لانه بتفرق معي. هسه شو بعمل؟ معي في فاينل انيشال، معي الفي سي انيشال والفاينل، ومعي الاي سي وبدي زمن، فبطبق في فاينل بتساوي في انيشال زائد اي تي، ولكن الفكره انه الفي فاينل هون بدي اعوضها 6 اي قصدي 2، والفي انيشال 6 والتسارع سالب 6. بس هي كل الفكره، لان لو عوضتها هاي سالب مثلا ما راح يطلع معي جواب، ولو عوضت التسارع موجب ما راح يطلع معي جواب، فلازم تعوض بالطريقه هاي، بيطلع معي التي اللي هو 4 على 6. بس الفرع الثاني بده الكورسبوندينج بوزيشن، بطبق معادلتين، اما بطبق الاكس فاينل بسوي اكس انيشال بعتبر انه زيرو، زائد في نوت في تي، في نوت لسي هي في نوت اللي هي 6، في تي اللي هو الزمن اللي طلعته اللي هو 4 على 6، زائد نص اي تي تربيع زائد نص، والاي اللي هو سالب 6 والتي اللي هو 4 على 6 كل تربيع، او بطبق معادله في فاينل تربيع تساوي في انيشال تربيع زائد 2 اي دلتا اكس. بس هي فكرتها المساله.